السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أطلقت شركة فيفو جهازين غاية في الروعة تحت اسم IQ5 و IQ5 برو. سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات وسعر النسخة الأقوى، نسخة الـ IQ5 برو 5G. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. وبداية مع شاشة الـ IQ5 Pro 5G، يأتينا مع شاشة من نوع AMOLED، تأتينا بحجم 6.56 إنش وبنسبة استحواذ 89.4%. الشاشة تأتينا أيضا مع ريفريش ريت 120 هرتز. في ظهر الجهاز نجد مستطيل فيه ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED، وتأتينا الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.9. الكاميرا الثانية كاميرا بيريسكوب تيليفوتو، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f3.4. هذه الكاميرا ستمكنك من 5x اوبتيكال زوم، 5 مرات زوم طبيعية. الكاميرا الثالثة كاميرا الترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. وبالنسبة لكاميرات السيلفي، الجهاز يأتينا مع كاميرا أمامية واحدة، تأتينا بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.5. الـ IQ5 Pro بإمكانه تصوير الفيديو بدقة 8K. الجهاز يأتينا مع معالج ممتاز نجده في جميع الفلاجشيبس لهذه السنة، الكوالكوم سناب دراجون 865 بتقنية 7 نانومتر بلس. كما يأتينا الجهاز مع أحدث نسخة لأندرويد، الأندرويد 10، وواجهة IQ UI 1.5. وكما قلنا في البداية أن الـ IQ5 Pro يدعم الـ 5G. بطارية ممتازة يأتينا معها الجهاز، تأتينا بحجم 4000 ملي أمبير. كما يأتينا الجهاز مع شاحن صاروخي، أسرع شاحن لحد هذه اللحظة موجود على أي هاتف بسرعة 120 واط، مما سيمكن من شحن الجهاز من 0 إلى 50% في حوالي 5 دقائق، ومن 0 إلى 100% في حوالي 15 دقيقة، ويعتبر هذا الرقم قياسي على أي هاتف موجود. الجهاز أيضا يدعم الريفرس تشارجينج، الشحن العكسي، ويأتينا مع USB Type-C، بصمة على الشاشة، لاود سبيكرز عادي، ولا يدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الـ IQ5 Pro 5G بنسختين، النسخة الأولى تأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 8 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 256 جيجا للمساحة الداخلية و 12 جيجا للرام، ولا يدعم الجهاز مدخل للـ SD كارد. الجهاز سيتوفر أيضا بلونين، الأبيض والأسود، ويبدأ سعر الجهاز مع النسخة الأقل من 720 دولار نسخة 8 رام، أما النسخة الأقوى نسخة 12 جيجا للرام و 256 جيجا للمساحة الداخلية، فسعر هذه النسخة 790 دولار. جهاز فعلا محترم، يقدم قيمة كبيرة مقابل هذا السعر. تقريبا نجد فيه جميع مواصفات الفلاجشيب بسعر فئة متوسطة عليا، يعني تقريبا الجهاز بدون عيوب في هذه الفئة السعرية وبالسعر التي ينزل به الـ IQ5 Pro 5G. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. وفي النهاية لا تنسوا اللايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.